الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية السائل مع ضيفي الدائم سماحة العلامة السيد ظافر الفياض الاستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، فنرحب به سوية. حياكم الله سيدنا واهلا وسهلا بكم. حياكم الله سيدنا العزيز، اهلا الله سيدنا، جزاك الله خير. طبعا قبل البدء ننوه للسادة المشاهدين على ان دائما وابدا نكون في خدمتكم، ومن خلال الارقام الظاهره اسفل الشاشه، وكل ما يطرح على طاوله البرنامج من مسائل فقهيه هي مطابقه لفتاوى الله العظمى سيد صادق الحسين الشيرازي ادام الله ظله. سماحه السيد، احد السائلين واحد الاخوه يقول انه انا اخدم باحدى المراقد التابعه، انه هو ما ذاكر اسم المرقد، ولكن يقول هذا المزار هو من أحفاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، يقول أخدم مجانا. يقول بعض الأحيان بسبب الخدمة تتأخر صلاتي، هل هذا يعد يعني تقصيرا بالصلاة أو لا؟ تفضلوا جواب. بل يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا في مفروض السؤال الذي ذكرته سيدنا أنه لو مثلا بسبب الخدمة تتأخر الصلاة، شرط ألا تفوت الصلاة، يعني لا يفوت وقتها. لو كان مثلا ماكو واحد غيره يسد في مكانه وتأخرت الصلاة بعض الشيء، نعم حينئذ جائز هذا، يعني لا شيء عليه من هالناحية هذه. ولكن لو كان أكو واحد يسد بمكانه، حينئذ لا يجوز له تأخير صلاته يعني أكثر من الحد اللازم، باعتبار أن لكل صلاة وقته، الوقت الأول منها أو وقت قليل شوية بعد، يعني بعد الأذان وقت فضيلة، وهذا وقت الفضيلة فيه ثواب عظيم، باعتبار مثلا وقت الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، لكل واحدة منها وقت مخصوص ووقت مشترك. فالوقت المخصوص هو الذي يقع فيه الصلاة، أما الوقت المشترك هذا الوقت الثاني للصلاة. يعني إذا ما أدرك الوقت الأول، أو كان مشغول، أو كان مثلا يتاني معي، أو لأنه مثلا كان يخدم بأحد الأضرحة وماكو واحد غيره، يقدر يصلي صلاة هذه الحاضرة في الوقت المشترك. وهكذا صلاة العصر كذلك، حينما ينتهي من صلاة الظهر يكون أول وقتها، ووقتها اللي ينبغي له أن يوقع هذه الصلاة فيها هو بعد الانتهاء من صلاة الظهر مباشرة. إذا أخرها حينئذ هذا التأخير مع وجود من يعني يسد بمكانه، فاتته وقت الفضيلة، وهذا لا شيء عليه حينئذ، كل ما هنالك أنه ثواب الأول فاته. لكن إذا كان أكو واحد يسد بمكانه ومع ذلك هو تهاون، هذا غير جائز له. أحسنتم. كذلك سماحة السيد، من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج من سجا من ذي قار، سجا تسأل جنابك بخصوص تصوير النساء خارج المنزل. تدري سماحة السيد اليوم هواي يعني بصورة عامة الناس اليوم تحب توثق كل لحظة بحياتها، مثلا دخولهم إلى منطقة بين الحرمين، تسأل تقول هل من الممكن أنه إحنا كنساء نصور، أو مثلا طالعات سفرة هل من الممكن أن النساء يصورن مع العائلة مع الصديقات،
يصورا مثل ما نقول اكو بعض الاحيان هي باثناء هي السياحه تصور الاكل مالتها الى اخره، هذا التصوير المتعدد، هل يحق للمراه الدين الاسلامي والشرع يحق للمراه هذا التصرف ام لا؟ تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان هذا التصوير والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي يعني تحرز في عدم الضرر، يصير جائز حينئذ في نفسه. ولكن إذا كانت تعلم أن فيه ضرر، نعم باعتبار الضرر من ناحية أنه يعني انكشاف ستر المرأة أو مثلا ظهورها بهذه المواقع يسبب لها مثلا حرج او يسبب لها نوع من التعدي اللفظي او التعدي الجسدي من الاخرين، او يسبب لها مشكله مثلا مع زوجها، مع ابوها، مع اخوها، مع افراد مثلا عائلتها. اذا كانت تامن الضرر لا باس، اما اذا كانت لا تامن الضرر ولربما تقع في المحذور او ترتكب الحرام او تؤدي فعل قد يؤدي بها الى الوقوع في الحرام، حينئذ لا يكون جائزا. هاي إذا كان التصوير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعض الأحيان لا يكون تصوير شخصي. إذا كان تصوير شخصي ومحفوظ وما ممكن أنه ممكن يعني أن يوصل إلى آخرين لا بأس به، هذا مسألة تصرف شخصي هذا ومحصور، يعني لا البعض، يمكن أن نعم ينظر إليه الأجانب. أحسنت. سيدنا البعض يقول لك لا، شلون المرأة تطلع تليفونها برا وتصور هي وزميلاتها، وهذا التصرف الناس هنا تشكل به. هنا يعني المكلف ينظر إلى ما يقوله المجتمع لو ما يقوله الشرع. المفروض يكون ناظر إلى ما يقوله الشرع. نعم. أي فعل وأي عمل إذا ما بي محذور شرعي لا هو حرام ولا يؤدي إلى الوقوع في الحرام، فالأصل هو جائز مباح. زين، ما حكم كذلك الأكل في الطرقات العامة والأماكن العامة يعني للنساء؟ طبعا هذا عندنا احنا في بعض كتب الأخلاق نعم مثل جامع السعادات وغيرها من نعم كتب الأخلاق حتى الحديثة، نعم الأكل في الطرقات يعتبر من فقدان المروءة. يعني هذا الرجل الذي يأكل مثلا في الطريق، نعم أكو حالات معينة مثلا استثنائية، لكن بغير الحالات الاستثنائية يعتبر هذا الذي يأكل بالطريق مثله مثل أجلكم الله الحيوانات الأخرى التي أيضا تأكل بالطريق وأينما كان. خلينا نوضح هذه فالرجل المسألة، خلينا نوضح هذه المسألة سماحة سيد. يعني شنو المقصود؟ يعني جنابكم شلون، أو بالأصح الدين الإسلامي شلون ينظر إلى قضية من يأكل بالطريق؟ يعني مثلا لازم له تواقف ياكل، لو فد سفره يعني فد سفره عائليه وقعده عائليه انه ويا عائلته وده ياكل. بسم الله الرحمن نعم الرحيم. كمقدمه نعم للجواب على السؤال الذي تفضلت به، عندنا احنا في الدين الاسلامي ثلاث امور يجب او ينبغي لكل مسلم ان ينتبه اليها ويدرسها ويعرف نعم احكامها، اللي هي اولا الاحكام، ثانيا العقيدة، أو إذا بحسب الترتيب العقيدة أولا ثم الأحكام ثانيا ثم الأخلاق ثالثا، ذني ثلاث أشياء. فإذا أحرز الأولى والثانية، يعني هو من ناحية العقيدة كان دارسها ومضبوطة ومؤمن جيدا، والأحكام أيضا دارس الرسالة العملية ويعرف أحكام دينه من حلال وحرام، يبقى المسألة الثالثة التي هي الأخلاق. نعم. الأخلاق بحر واسع جدا، هذا علم حقيقة لا تفيه أو لا يفيه كتاب أو كتابين أو ثلاثة. عموما بعض مسائل علم الأخلاق تؤكد أشرفية الإنسان على الحيوان، أن الإنسان أكثر شرفا بل أعلى مرتبة وشرفا من الحيوان، والله سبحانه وتعالى أرادنا أن نرتقي بأنفسنا ببشريتنا، نحن بشر، أرادنا أن نرتقي فوق المخلوقات الأخرى،
فمنع علينا أن نتشبه بالحيوان، فالحيوان إذا كان يأكل في الطرقات وفي أي مكان، المؤمن كذلك عليه أن ينظر إلى أنه إنسان، وإنسان الله سبحانه وتعالى خلق بملكات، بعقل، فبرقي أكثر من الحيوانات الأخرى، فعليه أن يمتنع عن أن يأكل في الطرقات أو في أي مكان. لابد أنه يتميز هذا الإنسان، فإذا طلع مثلا في سفرة عائلية وراد يأكل، ما تشوفه يأكل مثلا بطريقة الحيوان، لا، تلقاه يفتح سفرة ويحط مثلا مأكولات على السفرة، ويحيط بهاي السفرة كل الموجودين مثلا من أفراد العائلة وبكامل سترهم، ويحافظون على المكان، ويحافظون على أنفسهم، ويحافظون حتى على الطعام اللي يأكلونه، وحتى المتبقي أيضا منه. كل هذه تصرفات بشرية، مو تصرفات حيوانية. المقصود بفقدان المروءة أن يتصرف كالحيوان أجلكم الله في الطرقات حينما يأكل، مثل ما حاليا يوجد مطاعم تسمى بالمطاعم الأكل السريع، نعم، أو بالإنجليزي اسمها فاست فود، نعم، على ما يمكن لفظة اللفظة صحيحة أو خطأ بلي الله بلي أعلم. بلي المهم الأكل السريع هذا شنو؟ هذا يأخذ اللفة، مثلا أي واحد، شاب، شايب، امرأة، فتاة، كذا، يأخذ اللفة ويظل يأكل بها ويمشي. هذا فعل مو بشري، هذا تصرف ليس تصرفا إنسانيا أو بشريا، وإنما أجلكم الله تصرفا حيوانيا. هذا الذي يريد الإسلام به أن يترقى الإنسان أعلى. نعم، بالمطاعم مثلا المغلقة واحد يطوب ويقعد على ميز وكرسي، ويجي واحد يخدمه ويحط الأكل قدامه، هذا لا بأس به. ليش؟ لأنه فيه تحضر. الإسلام يدعو إلى مثل هكذا حضارة، لكن أن يأخذ الأكل ويأكله ويمشي مثلا في هذا الطرقات، طبعا هذا هو الممنوع شرعا باعتبار الجانب الأخلاقي من الدين اللي أنا فصلته في أول كلامي. أحسنتم. طبعا سماحة السيد، إحدى السيدات تسأل جنابك، تقول إنه أنا مرأة كبيرة بالعمر وعندي جناين وأحفاد، وصايمة ومصلية وملتزمة وخادمة لسيد الشهداء، ولكن للأسف زوجها دائما يتطاول عليها ويهددها بالطلاق، وكذلك يضربها ويسمعها حكي قدام أحفادها وجناينها، وكذلك الأهم هاجرها. شنو الحكم سيدنا؟ علي، بسم الله الرحمن الرحيم. في مثل هذه الحالة المرأة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتطلب من عنده إما أن يستدعى الزوج ويفهموه حقوق المرأة، وإذا أراد أن يتمسك بها يتمسك بحقوق المرأة ويؤديها، أو يقول لا أنا هاي حالتي، حينئذ تطلب منه التفريق والطلاق، تروح تشوف حالها حينئذ، تشوف لها مثلا زوج يحترمها ويحترم مشاعرها ويقدرها على أنها كائن، امرأة، كائن حي، إنسان ينبغي أن يحترم، لا ينبغي أن يهان. أحسنتم. هذه بخصوص يعني احنا نقول النظرة الشرعية، ولكن تعرف جنابكم اليوم المضامين الاجتماعية تختلف جذريا عن الواقع الشرعي. باختصار على قضية كونك تهم رجل، صح، رجل دين، ولكن هم ابن عشائر، وتعرف بالسياقات العشائرية، ما هو الباب العشائري أو الاجتماعي اللي تقدر هذه الحجية تعاشر زوجها وتتعايش وياه بصورة سليمة؟ مع الأسف مجتمعنا الآن مجتمع جاهلي، نعم، حقيقة الإسلام فيه غريب، و يعني تحققت مقولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يعود الإسلام غريبا كما نشأ غريبا. الإسلام يعني منظومة متكاملة من عقائد وأحكام وأخلاق، ف
فهذا إذا كان يريد من الإسلام بس الشكل، هو أكو الشكل يروح مثلا يرتب روحه وسبحه ويطمغ له طمغة بقصته ويصير إنسان ذاك الصورة المتدين بها، نعم ولكن هيهات، مو هذا الإسلام. الإسلام في أن يتعامل مع الآخرين بحسب قوانين الله سبحانه وتعالى. نعم. فالمنظومة العشائرية أو المجتمعية حقيقة قاصرة عن أن تنصف هذه المرأة. نعم، الإسلام ممكن ينصف هذه المرأة ويرفع مظلوميتها، ولكن مع الأسف المنظومة الاجتماعية والعشائرية تمنع الإسلام من أن ينصف هذه المرأة، ولله المشركة. كذلك سماحة السيد، إحدى السيدات تسأل بخصوص تقول إنه أنا عندي حساسية بالجسم، وهذه دائما أراجع، يعني مجبورة إنه أراجع دكاترة ويكشفون على القطعة اللي بيها مثلا الحساسية، ويشوفون الحمارة ويشوفون الجسم. إذا ماكو دكتورة متخصصة ماهرة في فنها وفي طبها، حينئذ يجوز أن تذهب إلى دكتور حاذق ماهر في عمله، وبالإمكان أن يكشف عن هذا الموضع اللي هو محرم عادة أن ينظر إلى أجنبي، ولكن الضرورة الطبية تبيح هذه المسألة. نعم. ننتقل إلى محافظة السماوة. السلام عليكم ويا حياك الله سيد شاكر. السلام عليكم. حياك الله سيد شاكر. سيدنا شلونك؟ يا أهلا وسهلا، جنابك على الهواء مباشرة، تفضلوا. الله يعزك. سؤال سيدنا، ماذا تسمع؟ نعم. أنا أشتغل حلال سيدنا. نعم. وعندي حاجة أدرس عليها بذاته وصحانة عصبية، والله شمرتها بالعد عصة. لا عود بس عند عصا وطلعت عيني، خلعتها يعني عينها طاحت. شنو الحكم هذه؟ واضح واضح واضح. حياك يا حياك الله. طبعا سماحة سيد شاكر يقول انه انا عملي بالحلال وضارب احد الحلال، وانه الضربة يعني قالع عينه، يقول شنو ادفع، شنو الكفاره، يقول انه انا ما قاصد هذه الضربه. والى هذا؟ اي بلي. اذا كان هذا الحلال إله فخو ما عليه شيء، لا دية ولا غيرها. اما اذا كان لغيره، نعم، اذا اتلف مال الغير فعليه غرمه، لكن اذا هذا المال إله هو ما عليه شيء. زين، يقول هسه انا بحاله عصبيه ومتندم، يعني هذا بي اثم هو هنا الكلام. طبعا هو شوف مسألة يعني الحيوان، ضرب الحيوان وغيره، نعم، أو القسوة معه، نعم، مثلا أو إتلافه أو غيره من غير داع لذلك، هذا طبعا يكون الإنسان مأثوم. القسوة على الحيوان، الإسلام أيضا أرفق بالحيوان، يعني نعم. ما يكون الحيوان يعني بلا أحكام، هناك أحكام خاصة بالحيوانات، لكن يبقى الإنسان هو أشرف من الحيوان، وحينئذ خو ماكو عقوبة على الإنسان في مثل هذا الأمر. يعني إذا قلع عين الدابة خو مو معناها نجي مثلا نعاقب الإنسان، العين بالعين والسن بالسن، هذا في أحكام البشر يعني البشر بينهم، أما بين البشر وبين الحيوان لا، أرش وديات، ما عفوا يحسب الأرش، هنا ماكو دية بالموضوع. أنا اللي أريد تقوله أنه لا ديات هنا، اكو قرش مثلا، كان يكون هذا الحيوان مو له، كان يكون الى شريكه، او اكو شركه به، او واحد اخر مثلا حيوان لواحد اخر، او حيوان له هو يملكه. فاذا كان هو يملكه ما عليه شيء من القرش، لكن اذا يملكه غيره او يوجد هناك شركه او شركه بهذا الحيوان، ينبغي ان يدفع لهم الفرق بين الصحيح وبين المعيب. أحسنتم. سماحة السيد، من الأسئلة اللي وصلت حاليا للبرنامج، السائل يقول باكر أنا عندي امتحان وأريد أغش، هذا الغش حلال ولا حرام؟ طبعا الغش في الامتحانات هذا مخالف لقوانين المدرسة أو الجامعة مثلا،
أو غيرها، ومخالفة القوانين مو صحيحة. يعني حرام. لا احنا ما نقدر نقول مثلا حرام أو حلال كذا، لكن باعتباره غش، وذول المقابل أيضا مسلمين، نعم فلا يجوز غش المسلمين. زين. بل إضافة إلى ذلك أنه يترتب على غشه هذا نجاح، والنجاح هذا يترتب عليه مثلا بالمستقبل أن يكون هناك وظيفة أو هناك مثلا هاي كلها عمل، متعلقات. كل هاي تترتب على هذا الغش الأولي، فهذا غير جائز، زين غير جائز شرعا. زين سيدنا، بخصوص يعني هنا موضوع الغش، الحديث يتحدث عن من غشنا فليس منا، هو هذا هنا المصداق. كان في سابقا في المدارس نشوف هذه اللافتات موجودة في الصفوف. بل لا، هو مصداق الحقيقي واللي موجود زين. أيضا في الروايات هو في البيع والشراء. نعم الغش في البيع والشراء، نعم يعني مثلا يبيعه لبنا، لبن يعني الحليب، احنا من نقول نعم الاسم، الاسم في اللغة الفقه. العربية الفصيحة نعم اللي احنا نسميه حاليا في هذه الأزمان بالحليب. نعم فواحد يجيب حليب ويحط وياه ماي، هذا غش. نعم فمزج الحليب والماء معا، اللي يشتري ما راح يكتشف ان هذا حليب مغشوش. ليش؟ لان يشوفه قدامه كله شنو؟ ابيض، تمام، نعم وريحه ريحه حليب، اللون لون حليب، بعد يعرف انه هذا مثلا مشوب بالماء، مش مدري. لا طبعا. وثانيا هو مو صاحب اختصاص حتى يعرف انه هذا حليب مغشوش بالماء، فياخذه على هالاساس انه حليب خالص، هذا غش. تمام، هذا هو المقصود، من غشنا ليس منا. غشنا يعني اخفى الحقيقه عنا، هذا هو معناها. اما بعد ذلك استخدموه في مثلا في الامتحان، انه الانسان يمتحن ومثلا هو جايب له مثلا فد ورقة كاتب بها الحلول الصحيحة، أو إجا واحد مثلا زين ملا أو غيره، مو معلوم أنه هو هذا مصداق للغش. زين سيدنا. لربما هو مصداق مشهوري، يعني عد ناس أكو لهم شهرة أنه هذا أيضا هم يعتبر غش. لكن الغش كما هو مثلا في اللغة وكما هو في الاصطلاح هو إخفاء حقيقة المبيع، هذا هو الغش. المبيع بل يعني هسه يمكن بعض الأخوة البقالين يزعلون علينا يوم البقال، اللي واحد يروح يسوق من يمه عارض له شكل ويبيع له شكل، لا، هذا هذا العرض هم شكل، لا، هذا غبن يسموه. هذا هم يعني انا هم نقدر نقول يا بغش. لا، الغش هو اخفاء حقيقة المبيع. يعني مثلا زين يبيع، انا مثلا بعتك طماطة ناضجة زينة ما مدودة، تمام، هذا هو العقد اللي جرى بيني وبينك، زين ولكن بالعلاقة انا شو مخلي لك؟ كل وحدة معفنة مثلا او مدودة او زين غيرها، هذا شنو؟ اخفى عليك حقيقة المبيع، هذا الذي يعتبر وهذا غش. تنقول، هذا تنقول عليه غش. اضافة الى انه بعض قديما نعم كان المغشوش له قيمة، يعني مثلا نقود حقيقية ونقود مغشوشة. شنو معنى نقود مغشوشة؟ المزور هذا هسه حاليا سابقا، لا زين. سابقا حينما كانوا يتعاملون بالدرهم الفضة والدينار الذهبي. زين زين، هذه الفضة على عدليتها ما تتماسك، تصير شنو؟ يمكن الصياغ الصياغة يعرفون هاي يعرفون المسألة. بلي فشي يضيفون إلها بعض المعادن الأخرى صحيح. حتى يجعلوها صلبة. شي يقولون عنها؟ مغشوشة. ليش؟ هذا مو إخفاء، وإنما إضافة معدن آخر غير معدن الفضة إليها، وهذه كانوا يتعاملون فيها ولها أسعار. يقول له أبيعك مثلا هذه الأرض ب 200 درهم مغشوش، فيروح يجيب له دراهم مغشوشة ويعطيه إياه ويستلم من عنده المبيع. لذلك المغشوش مو دائما يعني مثلا المغشوش مو ممنوع، المزور. بل ايه مو لا مزور، مو مزور. ايه لأنه هو هذا كانوا يتعاملون به، مو الخالص، الذهب الخالص، الفضة الخالصة ممكن يتعاملون بها، الذهب المغشوش والفضة المغشوشة ممكن يتعاملون بها، ولكن في زماننا هذا
ممكن مثلا اللي تحول الآن الذهب والفضة تحول إلى ورق، ورقة بنكية، هذه إذا زورت ليست لها قيمة، بينما الدرهم المغشوش في ذلك الزمان القديم له قيمة، لا قيمة. أما هذه الورقة اللي تزيف ليس لها قيمة البتة، تدمر، ما لها قيمة هذه. شنو ايش تبقى؟ تبقى فقط الصحيحة لها قيمة. أحسنت. تغيرت الأزمان فتغير المفهوم، مفهوم الغش في ذلك الزمان غير مفهوم الغش في هذا الزمان. أحسنت. بارك الله بيك صباح السيد خدمتك. ناصر فياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة. الله شكرا لك، الله يسلمك. مشاهدينا الأحبة، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم بالحلقات القادمة، وآخر دعوانا اللهم عجل وليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق والإيمان فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.